السلام عليكم، حياكم الله وبياكم. معكم بو يوسف الويلزي. إن شاء الله اليوم أو الليلة سنعرب الفعل ذهبتا. ولو تتذكروا الضمائر هو هما هم هي هما، فيعني هما الثاني، يعني هما الأول للذكر وهما الثاني للأنثى، ولذلك الأولى ذهبا والثاني ذهبتا. فبسم الله ذهبتا فعل ماض مبني على الفتح لاتصاله بتاء التأنيث لا محل لها من الإعراب. وألف الاثنين ضمير بارز متصل مبني على السكون في محل رفع فاعل. بارك الله فيكم، وإن شاء الله في فيديو قادم سنعرب ذهبنا بإذن الله تعالى. بارك الله فيكم، السلام عليكم.